افتتحت أيضا عدد من البازارات الفصحية في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس في الصوفية، وكنيسة القديسين قسطنطين وهيلانيا للروم الأرثوذكس بمنطقة أبو نصير، وكنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في محافظة الزرقاء، حيث تضمنت هذه البازارات مشغولات يدوية ومستلزمات للعيد المجيد. بمناسبة عيد القيامة نحن نهنئ كل الشعب والمؤمنين ونقول لهم إن شاء الله عيد قيامة مجيد ودائما أفراح متوالية متتالية. ربنا يزرع الأمن والسلام دائما في قلوب الناس والأسر والعوائل والكنائس ويمنح الجميع فرحة. البازار هو فرح وهو مشاركة دائما. المسيح نحن اليوم لازم نشاركه في آلامه حتى نكون مستأهلين أن نشاركه أيضا في قيامته. بمناسبة الصوم الأربعين الكبير وقرب حلول عيد الفصح المجيد، نتمنى للجميع صياما مباركا مبني على الصلاة والمحبة والسلام لكي نحصل على السلام الداخلي المنشود لكل منا، وكل عام وأنتم بخير. نتمنى أنه هذا الشيء يستمر وتكون كنيستنا دائما مزدهرة بالخير والعطاء والمحبة، ونشكر نورسات على دائما انها بتيجي بتستضيفنا وبتقدم لنا كل الأشياء اللي مميزة فيها. كل عام وانتم بخير.